فبعد ثورة 25 من يناير أصبحت البلاد غير مستقرة، وتوقف الكثيرون، وأصبح الاستثمار مخاطرة. فترة التفكير لم تكن بطويلة. الإسكندرية، الكيلو 20 طريق الإسكندرية القاهرة، قطعة أرض تحيطها منطقة سكنية، مصنع مهجور بداخله ماكينات قديمة متهالكة غير صالحة للاستخدام، فرصة قيام مصنع معدات ثقيلة شبه مستحيلة. التحديات كانت كثيرة. عدم وجود مصادر للطاقة كان هو التحدي الأول، وجود الأرض داخل منطقة سكنية كان تحدياً ثانياً. التحدي الأكبر، لحظة شك في عدم نجاحنا ستكون كفيلة بإحباط كل شيء. في مدة لم تتجاوز العشرة أشهر تم الإنجاز، فكان مصنع الإسكندرية. إنجاز مصنع الإسكندرية دليل واضح على قدرة العامل المصري على التطوير وقدرته على التفكير، وبالإرادة المصرية نجحنا في تحطيم المستحيل. أثبتت تجربتنا في مصنع الإسكندرية أن كل شيء يمكن أن يولد من جديد. أفكار جديدة ملهمة لكل من يعمل في المجال الصناعي في مصر والشرق الأوسط. إن إنجاز مصنع الإسكندرية بهذا الشكل هو امتداد للقيم الأساسية التي نؤمن بها دائماً في مجموعة حديد المصريين. نؤمن بشباب وعمال مصر، نؤمن بالسوق المصرية القادرة على استيعاب الاستثمارات والعمالة والتكنولوجيا الجديدة. نؤمن بتغيير كل ما لم يعد صالحاً لمصرنا، فالمستقبل يحمل لها الكثير. مجموعة حديد المصريين، العزيمة القوية لصنع الحضارة، وبالإرادة لا يوجد مستحيل. مصنع الإسكندرية، قصة نجاح. حديد المصريين، جيل جديد من حديد.